السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويارب الجميع يكون دايما بخير. هنبدأ مع بعض دلوقتي History and Theory of Architecture. هنبدأ الأول بالسير، الجزء الخاص بنظريات العمارة، وأول محاضرة هنتكلم فيها على المباني السكنية. وأنا عارف إن أنت درست في الكورس اللي فات معايير تصميمية خاصة بالمباني السكنية كتير أوي، بس أنا كان لازم النهاردة أبدأ بالمباني السكنية بحيث أعمل أوفرلاب على الكورس اللي فات، فكأن أنا أعمل مراجعة سريعة على الكورس اللي فات، وفي نفس الوقت هتلاقي فيه معلومات جديدة النهاردة إن شاء الله هتعرفها، بحيث إن أنا هقدر أكمل عليها على مباني أخرى وأفكار مختلفة في الإيه في بقية المحاضرات اللي جاية. يبقى أول جزء هنتكلم عليه هيبقى على الخاص بالمباني السكنية. لو أنت جيت سألت إيه أنواع المباني بشكل عام؟ فكر كده معايا، ممكن تكون المباني اللي عندي لو أنا أجي أجاوب أقدر أقول إن في عندي مباني رياضية زي الموجودة عندي فوق الاستاد اللي هو موجود عندي المبنى الرياضي ده أهو، ممكن مباني سياحية فندقية صح؟ سواء كان سياحية فندقية موجودة على الساحل أو على نهر أو حتى مبنى فندقي موجود عندي في العاصمة، ممكن يكون في عندي مباني تجارية زي المولات المختلفة اللي احنا بنخشها، ممكن يكون في عندي مبنى جامعة أو مدرسة مش كده؟ دي كلها اسمها مباني عامة، يعني يقدر أي حد فينا يخشها ويخش يتعامل ويخرج من غير ما حد يقول له أنت رايح فين وجاي منين، تمام؟ هنلاقي إن في عندي بقى مباني أخرى اللي هي مباني إلى حد ما مباني ليها خصوصية، مباني خاصة اللي هي المباني الإيه؟ اللي هي المباني السكنية، تمام؟ عايزك كده تبص في أي حي من الأحياء من خلال جوجل إيرث، هات خريطة وبص عليها من فوق وقول لي أكتر مباني موجودة في الخريطة، أنهي واحدة في دول؟ هل هي مباني سكنية ولا مباني رياضية ولا مستشفيات ولا مباني فندقية ولا مولات؟ ها؟ هتلاقي إن أكتر نسبة من المباني الموجودة يكاد يعدي 70% من المباني الموجودة عندي في الحي مباني سكنية. ده إن بيدل على مدى أهمية المباني السكنية للمواطنين والبشر ولكل الناس الموجودة في الحي، تمام؟ يبقى المباني السكنية عندي في غاية الأهمية. ركز معايا بقى، المباني السكنية عندي في غاية الأهمية، وإن المبنى السكني ده من أولى الأولويات للإنسان للبشر، وده الدستور وحق الناس، تمام، على الدولة إن هي بتوفر سكن ملائم للناس، سواء السكن ده كان محدود الدخل أو السكن ده منخفض التكاليف أو السكن دوت سكن اجتماعي عائلي أو سكن متوسط أو فوق متوسط أو ممتاز أو أي مسمى من المسميات، تمام، اللي أنا أقدر أوصف بيها السكن بتاعي. لكن دايما كده لما تيجي تبص إيه الأولويات الموجودة عند أي إنسان دي، تمام، أول حاجة توفير المأكل والمشرب، مفيش حد يقدر يعيش من غير أكل وشرب، يبقى أول حاجة توفير المأكل والمشرب، ده من أول الأولويات. يبقى المأكل والمشرب يجي معاهم إيه بقى؟ يجي معاهم الملبس، ده برضو من أول الأولويات، يبقى عد معايا بقى، يبقى مأكل ومشرب وملبس، ويجي في ظهرهم على طول بقى إيه؟ يجي في ظهرهم مباشرة كده هو المسكن. يبقى المسكن من أول الأولويات مع المأكل والمشرب، ها؟ والإيه؟ والملبس. تمام. طيب لما اجي اسال نفسي هو ايه انواع السكن، ممكن اصنف التصنيفه ديت ايه انواع السكن من خلال الملكيه. لو حد يقول انا ساكن في ايجار او ساكن في شقه مثلا تمليك، طيب ممكن برضه اقول على حسب الموقع، يعني ممكن اقول انا ساكن هنا هو في مدينه حضريه او في مدينه ريفيه مش كده، فده برضه تصنيف تاني. يبقى ممكن اصنف ايجار او تمليك السكن بتاعي، وممكن اصنف عشان اجاوب على السؤال ايه انواع السكن، انا ساكن في حاضر ولا ساكن في ريف، تمام، يعني المجتمع العمراني موجود حواليا، هل هو مجتمع زراعي ولا مجتمع الى حد ما زي القاهره كده هو الحضري، تمام. وممكن اصنف من خلال الارتفاع، هو انا ساكن في مبنى منخفض الارتفاع ارضي واول ارض ودورين ولا متعدد الطوابق ارضي و11 دور، ده برضه تصنيف. وممكن بقى اصنف تصنيفه اخيره، ودي بقى اللي هنشتغل عليها دلوقتي، اللي هي بصنف من خلال التصميم باي ديزاين. يعني ايه بقى بصنف من خلال التصميم؟ ركز معايا بقى في اللي جاي. اول تصنيفه في انواع المباني، ها، تايبس اوف هاوسنج، بتكلم على انا ساكن في شقه استوديو متعدده الاستعمال، اهو رقم واحد اهوت معايا، شقه استوديو متعدده الاستعمال، ها، اللي هي باتشولر ابارتمنت، اللي هي عبارة عن ايه؟ ادي البلان بتاعها وادي الصورة انتيريو ديزاين ليها، عبارة عن شقة بسيطة مسطحة، مساحة بتاعتها صغيرة جدا جدا، عبارة عن مكان صغير خدمي هو الكيتشن،
مساحة صغيرة قوي قوي، هي فيها ليفينج وفيها سليبينج روم ومكان تاني جنبه، تمام، اللي هو الجزء الخاص بالايه، بخلع الملابس، والجزء الخاص بالايه، بالحمام. تمام كده يا جماعة؟ يبقى الشقة بتاعتي ديت شقة صغيرة جدا. طب هي المساحة الصغيرة ديت هحط فيها ايه؟ هحط فيها المعيشة، ولا احط فيها الصالون بتاعي، ولا احط فيها غرفة النوم بتاعتي؟ طب افرض انا عندي اولاد، يبقى كده محتاج اكتر من غرفة نوم، هعمل ايه في المساحة دي؟ هتكفيني ازاي؟ تمام، فدي كده عندي ايه، مشكلة اهو. بس دي تصنيفة من ايه، من التصنيفات في انواع السكن، ان عندي سكن صغير اللي هي شقة استوديو متعددة الاستعمال. يبقى انا دلوقتي انا بتكلم على مسطحات، دي اسمها ايه؟ اسمها باتشولر ابارتمنت. طب نيجي بقى لتصنيف رقم 2، بعد ما نبص على الصور دي كويس ونشوف الشقه الاستوديو، كلمه الاستوديو ديت ممكن تكون جديده عليك، اللي هي عامل زي استوديو تصوير كده، يعني مسطح صغير جدا فيه كل حاجه، وده هتلاقيه اكتر في الاماكن اللي هي مكتظه بالسكان، اللي فيها ازدحام شديد، اللي فيها مباني اداريه ممكن، نظرا ان هتلاقي سعر المتر غالي قوي قوي قوي، فهتلاقي ان الشقه نفسها صغيره قوي وبرده غاليه. تمام، فهو عشان يوفر اكبر قدر ممكن من السكن عمل ده، عمل وحده صغيره بالشكل ده، هو فيها مطبخ وحمام وغرفه واحده بس. هتلاقي في الامارات، في دبي، كتير من الاستوديوهات عندنا في العاصمه، في الاماكن اللي هي في وسط البلد، هتلاقي في كتير من الاستوديوهات. تمام كده، عشان يحل المشكله ان عنده حواليه مسطحات كبيره اداريه، فبيوفر بعض الاستوديوهات السكنيه على اساس ان هي تلبي الغرض. تمام، شوف بقى معايا بقى النقله الجايه رقم 2، اللي هي شقه لزوجين مبتدئين. قارن كده بعينيك ما بين الشقه ديت، ها، والشقه اللي فاتت، ما بين باتشلر ابارتمنت وبين جونيور ابارتمنت. الاختلاف بينهم هي ان في اوضه واحده اتضافت بس، نفس المسطح، كاد يكون المطبخ واحد، الحمام يكاد يكون مسطحه واحد، المدخل برضو مسطحه، مساحه بتاعتها واحده، يمكن هي الاوضه الوحيده اللي اتضافت هي دي. بالاختلاف ما بين رقم 1 ورقم 2، المسطح مساحه الشقه بتاعتي زادت اوضه، زادت شويه. طب بس انا برضو عندي مازال نفس المشكله، طب الاوضه دي هفرشها ايه؟ هتبقى معيشه ولا صالون، ولا هيبقى فيها المكتبه بتاعتي، ولا هيبقى فيها ايه؟ حتى الاوضه الثانيه اللي هنام فيها بقت صغيره، بس الى حد ما هنا فصل، هناك بقى في باتشلر اللي هي الاستوديو مفيش حاجه، مفيش تصنيفه دي، ده هي كلها مسطح واحد بس. فهحل المشكله دي ازاي؟ هقف بقى عند رقم 2 واحفظ معايا، او افهم معايا، عشان انا يعني بهتم بالفهم اكتر من الحفظ. رقم 1 ورقم 2 لازم لها حل. طب ايه الحل؟ ان انا اوجد، فكر معايا بقى كده، اوجد اساس متعدد الاستعمال. يعني ايه اساس متعدد الاستعمال؟ يعني اساس ينفع في وقت يبقى غرفه نوم، وبعد ما اقوم من النوم ينفع ان هو يتحول ليفنج، تمام، سواء يبقى في عندي معيشه، او حتى يبقى صالون نستقبل فيه ضيوف. فانا محتاج ان المطبخ بتاعي والحمام بتاعي، والجزء اللي هو الخاص بالسكن اللي هو النوم، والجزء الخاص بالمعيشه، ان هي تبقى كلها بفرش ان هو يقدر ايه، يتغير. وفي فرش يقدر يتغير معايا، ده هنشوفه دلوقتي من خلال الايه، الفيديوهات اللي جايه على اول 2 بس. تمام كده، بص كده معايا الفيديو ده اهو، لما نيجي نشوف دلوقتي هلاقي ان دوت نموذج مطبخ، وفي سلم متصمم اهو بحيث ان انا اقدر اطلع فوق، سواء كان الشاب الصغير او الطفل الصغير ده، او لو في حد حتى كبير. طب ليه عمل كده؟ خد بالك بقى، ها، المطبخ موجود عند الحد، الحيطه فوق خالص، ودي بقى انا من الصوره، عايزك تخش المطبخ بتاع الشقه بتاعتك هتلاقيه في الغالب مش واصل لحد السقف. ده هنا المطبخ بتاعي واصل من الارض لحد السقف، فانا ايدي مش هتعرف توصل للجزء اللي فوق ده اهو، فبالتالي بعمل سلم بالشكل ده اهو، والسلم ده مش باين معايا، على اساس ان انا اقدر اطلع فوق السلم واقدر ايديا توصل لايه، لاقصى مسافه ممكنه. ده حل، ان انا استعمل كامل مسطح الحيطه من الارض لحد السقف معايا مطبخ، عشان احل مشكله ايه، مساحات، ان انا محتاج ايه، مساحات اوفرها في المطبخ عشان ايه، استعملها في الليفنج، او استعملها في الايه، في غرفه النوم. هنشوف مع بعض دلوقتي برضو حل مبتكر، ان ازاي عاوز يوفر مساحة للترابيزات بتاعت السفرة والكراسي. تمام، هو المساحة عنده مساحة ضيقة زي ما احنا اتفقنا، وان السفرة ديت واخدة حيز الفراغ، هو اولى بيها في اوقات معينة هو مش محتاج لها، وفي اوقات اخرى محتاج لها، سواء للاكل او للشرب او للمذاكرة. فشوف دلوقتي الحل المبتكر دهوت، تمام، قد ان المساحة ديت
قدر إن هو في أوقات مختلفة مع الوقت في اليوم الواحد قدر إن هو يستعملها استعمالات مختلفة. ها، لما خلص من المذاكرة أو الأكل بدأ إن هو يرجعها تاني في الحيطة ويعلقها زي ما، تمام؟ ولأن في خلفية موجودة في الباطن بتاع الترابيزة بحيث إن هي لوحة أو جدارية موجودة معايا، تعتبر حل مبتكر للفرش قد إيه هو محتاج المساحة، عشان كده عمل كده. هشوف دلوقتي نموذج الاستوديو، تمام؟ صغير، شايفين؟ أوضة صغيرة فيها كل حاجة. ها، أوضة صغيرة هي اتفتحت فيها المكان اللي بيذاكر فيه، فيها سلم لتطلع تنام فوق في السرير، يبقى فيها غرفة النوم، وفي كمان مكتب بتاع المذاكرة، في كمان اللي هو دريسنج روم اللي هو المكان اللي هي تقدر تغير فيه الملابس، ها، والدولاب بتاعها، وفي كمان ترابيزة هي تقدر من خلال الترابيزة ديت اللي فيها كرسيين تاكل وتشرب وتذاكر فيه. شوف كل ده في نفس المساحة، ها، وفيها المخزن بتاعها اللي هي حاطة فيه الدولاب، تمام، أدواتها والشنطة بتاعتها ولبسها وغيره، الكتب بتاعتها برضو في مكان، الخزنة بتاعتها في مكان، سلم طلعته تاني اللي هو كان مخفي وهتبدأ تطلع عليه، تمام، مرة عشان تنام فوق ومرة عشان تذاكر تحت السلم اللي إيه المكتبة بتاعتي. نفس كلام المطبخ الناحية التانية اهوت، الحمام اللي بيسأل عليه أو الحمام موجود جوه. شوف يعني أوضة واحدة فيها الحمام، فيها المطبخ، فيها المكتبة، فيها غرفة النوم، فيها المكان الخاص بالدولاب بتاعي، ها، والجزء الخاص بتغيير الملابس، وفيها الترابيزة اللي أقدر أكل وأشرب عليها وأستضيف حد كمان فيه، فيها كل حاجة. يعتبر نموذج الاستوديو قد إيه الفرش بتاعي فرق معايا. الفيديو ده يا شباب في غاية الأهمية، دي شركة متخصصة موجودة في ألمانيا بتشرح لنا إن إزاي بيصمم فرش متعدد الاستعمال اللي هو مالتي فانكشن، ترابيزة أقدر إن أنا أتنيها وأقدر إن أنا أشيلها، نفس الكلام في الكنب، نفس الكلام في السراير، نفس الكلام في كل حاجة، تمام. نشوف دلوقتي نماذج مختلفة هو بيشرحها لنا، ودي متصممة للشقة البسيطة الصغيرة اللي هي الاستوديو أو اللي فيها غرفة نوم واحدة، تمام. يبقى دلوقتي النموذجين اللي احنا بنشرحهم ده لازم وحتما ان هما يستعملوا الفرش ده اهو. زي ما انتم شايفين اهوت مكتبة او ارفف هيبدأ يتلف معايا والسرير هينزل، بحيث ان انا في وقت معايا اقدر استحمل فيه عندي في المساحة دي ضيوف، وفي وقت تاني، ها، وقت بقى الليل اقدر انام في المكان ده واقدر انزل السرير اللي هو محدش شايفه. نفس الكلام اهو، ترابيزة وفيها كرسي وفيها ادواتي عليها. بص بقى العبقرية في الفرش، ان الحاجة تفضل زي ما هي والسرير هيبدأ ينزل معايا، تمام، بحيث ان انا هبدأ انام من غير ما اشيل حاجة، يبقى نفس المسطح بتاعي او المساحة بتاعتي اعرف ان انا استعملها استعمالات مختلفة على مدار اليوم. دي بقى العبقرية، ان ازاي انا استكنت جوه استوديو او استكنت جوه شقة صغيرة فيها اوضة نوم واحدة بس. نفس الكلام دي معيشة، اقدر فيها واقدر اكل واشرب فيها واقدر اتفرج على التلفزيون فيها، مش كده؟ في وقت معين هشيل بقى غرفة المعيشة وحولها من غرفة معيشة لغرفة نوم، صح كده؟ ده من ليفنج روم هتتحول تبقى ايه؟ هتتحول تبقى غرفة نوم زي ما احنا شايفين دلوقتي اهو. بص الأرفف زي ما هي، ها، وفي كمان تحت الكنب ممكن أماكن إن أنا أخزن فيها، والكتب زي ما هي، وهتتحول لبيد روم. دي بصرة عبقرية، مشلتش كتاب، مشلتش حاجة، هي زي ما هي بتنزل، ها، والسرير ظهر معايا اللي هو ما كانش موجود. يبقى أنا في الشقة الاستوديو، تمام، أقدر إن أنا أستعمل فرش متعدد الاستعمال اللي هو مالتي فانكشن. طبعا هنا بيشرح المتانة والعمر بتاع الشيء ده هو، تمام، أو الفرش ده أهو قد إيه إن هو عمره طويل وإن هو متين. هنا الشركة بتوضح لنا أفكار كتير، وهي متخصصة في فرش الاستوديوهات، تمام، والشقق الضيقة. نماذج كتير هي بتعرض قدامنا، مرة من خلال سراير تحول لمكاتب وترجع تاني سراير، مرة من خلال الترابيزات موجودة مع السراير أو لوحدها. شوف الترابيزة، ها، أنا المساحة بتاعتي صغيرة، انا مش محتاج المساحه الكبيره بتاعه الترابيزه، فهنا تناها بحيث ان هو يعني اقل مساحه ممكنه ممكن احط فيها الترابيزه، ولما احتاج ان انا اكل عليها وفي معايا عدد كبير اقدر افردها، تمام. فهنا الذكاء في استعمال الفرش. نفس الكلام انا هنا مش شايف سراير، شايف
في 2 دولاب، وفي النص في مكان عليه الحاجة اللي بذاكر من خلاله اللي هو اللابتوب والكتب بتاعتي، مش كده؟ شوف بقى ازاي المكان ده اللي هو المكتب اللي انا بذاكر فيه هتحاول يبقى هو غرفة النوم. والعبقرية ان انا ولا هشيل اللاب ولا هشيل الكتب ولا هشيل اي حاجة، مجرد ده هيترفع لفوق والسرير هينزل ايه تحت والحاجة هتفضل زي ما هي. يبقى ده اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو مالتي فانكشن. ده الحل المتبع في غرف الاستوديو او في شقة الاستوديو. نفس الكلام، هنا دي مساحة اقدر استعملها استعمالات مختلفة في وقت معين، اقدر انا احط فيه غرفة النوم. اقدر ان في عندي سرير اهو ظاهر معايا تحت كان موجود عندي في الحيطة ما كانش باين، وفي سرير تاني كمان علوي هيبدأ ينزل معايا، بحيث يبقى كده في شخصين ممكن يناموا على السريرين دول. طبعا لو عندي اطفال ففي سلم اهو موجود على اساس ان ايه ان الشخص اللي هينام فوق يقدر يطلع على السلم بسهولة وايه وينام فوق، وفي ساند بحيث ان هو ما يقعش. تمام، كل ده ما كانش باين قدامي. وكده انا حولت غرفة المعيشة ليفنج روم لايه لبيد روم او ماستر بيد روم او غرفة نوم، صح؟ وفي اوقات مختلفة عند انا بقعد اذاكر فيها وظهرت فيها المكتبة بتاعتي، فاصبح دلوقتي ان نفس المسطح الفراغي استعملته استعمالات مختلفة على مدار اليوم. هنا بيشرح ان هو ازاي عمل حلول مبتكرة من خلال الشركة ديت بحيث ان هي تلبي احتياجات الايه الناس ذو مسطحات قليلة عندهم مسطحات شقق صغيرة، ان هم بيواجهوا مشكلة كبيرة. تمام، هو يعني شيء تقليدي انا عندي فيه غرفة نوم، غرفة نوم رئيسية، وعندي فراغ للحمام وفراغ للمطبخ وأوضة تانية اللي هي ليفينج روم، صح؟ في عندي كمان اللي هو صالون. كل ده هيتحط ازاي جوه مسطح الشقة الصغيرة اللي هي تبقى في حدود 40 متر مسطح ولا حاجة زي كده. يبقى الفرش اللي احنا بنتكلم عليه ده يصلح للشقق الاستوديو، ويصلح برضه للشقق الصغيرة اللي هي ايه اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي جونيور اللي هي مستعمل بس للزوج والزوجة اللي هي في بداية حياتهم اللي هي في أوضة نوم واحدة. طبعا الاستوديو ممكن يكون فيه واحد قاعد لوحده، وممكن برضه يكون فيه زوج وزوجة، ودي حاجات موجودة في مصر وبره مصر. نفس الكلام اهو برضه، ادي كنب وفوق بقى في عندي سرير، ده دولاب اهو. هذا برضه ان هو من خلال التصميم بتاعه هيبدأ يتحرك ويتحول في وقت تاني سرير، فأصبح دلوقتي يتحول من غرفة قراءة أو مكتبة لغرفة نوم. بقى اللي احنا بنتكلم عليه دوت في منتهى الأهمية، اللي احنا بنقوله دوت اللي هو المالتي فانكشن، اللي هو إن أنا أقدر أستعمل فرش متعدد الاستعمال على مدار اليوم. قيس على كده كل حاجة بقى، وين السرير، الدولاب، المكتبة بتاعتي، الفرش بتاعي بشكل عام، ممكن يخش معاهم كمان الايه المطبخ والحمام. تمام، طيب ايه المطلوب مننا بقى دلوقتي؟ المطلوب مني دلوقتي ان انا اجيب ورقة واحدة A4. تمام كده، هجيب ورقة واحدة A4، هي معايا قلم رصاص وممكن استعمل كمان الالوان، وهبدأ ارسم سواء مسقط افقي يعني بلان او سيكشن او الفيجن او 3D. تمام كده، هو مجرد سكتشز لأي حاجة استفدتها من الفيديو ده اهو. طبعا الورقة بتاعتي ديت بكتب عليها بياناتي كلها كاملة، بكتب عليها الاسم، اسمي واسم الجامعة وتاريخ بتاع النهاردة. تمام، وأي واسم المادة. تمام كده يا شباب، يعني أي بيانات ممكن أحطها على الورقة هبدأ إن أنا إيه أكتب عليها، لأن دي هتتصور هتتبعت لي. تمام كده، اللغة اللي بينا وبين بعض هي الرسم، فلازم أنا من هنا لحد نهاية الكورس هحسن السكتشات بتاعتي على قد ما أقدر. تمام كده، مجرد ان ارسم السكتش ومش بسكت بس وارسم السكتش، لا ده هرسم السكتش واطلع عليه اسهم اشرح عليه. يبقى الرسم لوحده مش كفايه والشرح لوحده مش كفايه، ده لازم في الورق A4 ابدا ارسم مجموعه سكتشات، وممكن كمان ابدا ان انا اظللها او الونها عشان تبان معايا، واطلع عليها اسهم واشرح عليها. يبقى انا بشرح من خلال الايه، من خلال السكتش اللي انا رسمه. السكتش ده ممكن يقولنا ممكن يكون واجهه، ممكن يكون 3D، ممكن يكون قطاع. تمام، يعني براحتك. طبعا كده كده بنزل لك صور انت بتستعين بيها، والصور دي حاجه مش الزاميه، لو انت عندك حاجه احسن من الصور اللي انا منزلها لك مفيش مشكله، ممكن تستعين بالفيديو او تستعين باي صور اخرى. المهم الورقه يعني انا استشف منها ان انت فهمت، وان انت عبرت من خلال الرسم والشرح على ورقه واحده بس A4 عليها كل بياناتك. تمام، على ايه محتوى الفيديو اللي احنا نزلناه. تمام كده يا شباب، يلا هيبدا نشتغل دلوقتي، اتفضلوا.